بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 154. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بكم وبفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل من الجزائر الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: فضيلة الشيخ، أخي يضع مصحف صغير على طبلون السيارة وينصحني بوضع، خوفا من العين وخوفا من الحوادث وخوفا من الأشرار، ما صحة هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وضع المصحف في السيارة أو في المنزل لأجل الحرز، هذا لا يجوز، هذا عمل لا يجوز، وهذا من اتخاذ التمايم، هذا من اتخاذ التمايم للرقى المنع من العين أو من الشيطان أو من الحسد أو من غير ذلك، هذا من اتخاذ التمائم والحروز، هذا لا يجوز. أما استصحاب المصحف للتلاوة والقراءة فيه السيارة أو في البيت أو في المتجر، فهذا شيء طيب، استصحابه لأجل القراءة به، القراءة فيه، هذا عمل طيب. السائل أبو عبد الله يقول: حصل علي حادث سير وهو دهس إنسان، قد قدر الخطأ بنسبة 25% و 75% علي، فماذا علي نعمل؟ هل أدفع الدية ولا أصوم، أو أدفع الدية وأصوم كذلك؟ أرجو الفتوى سريعا في ذلك نظرا لهذا الموضوع. يجب عليك الأمران، إذا كان عليك إدانة في الحادث ولو 1%، فإنه يجب عليك الأمران. الأمر الأول كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين. أما الدية فيجب عليك بقدر ما نسب إليك من التسبب في الحادث، لأن الدية تتوزع على المشتركين في الحادث، وأما الكفارة فإنها لا تتوزع، بل على كل واحد كفارة مستقلة. والله يعينك. نعم. الاسم نون نون أرسل بسؤال طويل، يقول: مع التحية لفضيلة الشيخ صالح سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفيدكم بأنه يوجد لدي 5 إخوان، منهم 3 لا يصلون مع الجماعة، مع أن المسجد مجاور لهم، حتى صلاة الجمعة يصلون في الشهر مرة في المسجد، ويجتمعون عند والدتي يوميا، وأحاول أن أنصحهم ولكن لا يحبون أن أتكلم معهم في هذا الموضوع، وحاولت مع والدتي أن تتحدث معهم وأن تنصحهم ورفضت بحجتي أنها إذا كلمت عليهم أو نصحتهم هجروها، وقد زعلت والدتي من هذا، وصار هناك مشادة بيني وبين والدتي بشأن هذا الموضوع، وقالت: أنت مالك دخل في الناس، وصارت تتكلم علي وزعلت علي. ما رأي الشيخ صالح في هذا الموضوع؟ هذه الوالدة غاشة والعياذ بالله، غاشة لأولادها وغاشة لقبول النصيحة، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وهي أولى الناس أن تنصح لأولادها وتنكر عليهم وأن تعينك عليهم، فأنت محسن في نصيحتك وإنكارك، واستمر على ذلك، وأنت موفق ومأجور إن شاء الله، وهذا منكر عظيم. الذي لا يصلي الجمعة والجماعة عليه خطر عظيم، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم سلم التخلف عن صلاة الجماعة أنه من النفاق، صفات المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والله وصف المنافقين بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهذه من صفات المنافقين، ولا شك أن هذا أنهم تاركون لواجب عظيم وهو الجمعة والجماعة، حتى ولو كانوا يصلون في البيت إن هذا لا يعفيهم من صلاة الجماعة، صلاتهم في البيت تسقط عنهم الفريضة، لكن يبقى حكم صلاة الجماعة وهو فرض وواجب عليهم، يأثمون بتركه. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهل يرضون لأنفسهم أن يكونوا مع المنافقين؟ فتخلف عن صلاة الجماعة ترك لواجب عظيم. وقد ذكر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما
الجمعة عن رجل أنه يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم، وعلى إخوانك أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ويحافظوا على الجمعة والجماعات بما فيها من الخير والأجر والثواب والخروج من صفات النفاق والإصرار في صفات المؤمنين. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه الشيخ. والأخ حمد من الخارج يقول ما هو فضل الاستغفار والتكبير وما هو الوقت المفضل لهما، وأرجو من فضيلة الشيخ نصح الإخوة والأخوات بذلك مأجورين. الاستغفار مطلوب في كل وقت ولكنه يتأكد ببعض الأوقات وبعض الحالات، سيتأكد بأدبار الصلوات المفروضة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة استغفر الله ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة، والله جل وعلا وصف أهل الجنة لأنهم كانوا في الدنيا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. فيتأكد الاستغفار في آخر الليل وبعد أدبار الصلوات، وكذلك يتأكد الاستغفار عند التوبة من الذنب، إنه إذا وقع منه ذنب بادر بتوبة واستغفر الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بسالم ألف ألف يقول متى يصعد خطيب المنبر إلى المنبر؟ هل وبعض الخطباء يقول يصعد مبكرا وبعضهم يتأخرون، ما الحكمة في ذلك فضيلة الشيخ وأيهما أفضل؟ الصعود على المنبر يكون بعد دخول الوقت، يتحقق الخطيب من دخول الوقت زوال الشمس إنه يصعد على المنبر ولا يتأخر يشق على الجماعة في الانتظار بل يبادر، أما أنه يصعد على المنبر قبل زوال الشمس فهذا فيه خلاف بين العلماء والجمهور على أنه لا يجوز، فقد صح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته وصلاته الجمعة بعد أن تزول الشمس. نعم. أم خالد تقول في هذا السؤال سين عين ذهبنا إلى المحكمة قبل 6 سنوات وكان ذلك لتوكيل أحد أقاربنا، وكانت إحدى أخواتي غير موجودة كانت في مدينة أخرى بسبب ظروف الدراسة، وقامت إحدى أخواتي الأخريات متزوجة بالقبول بدلا منها علما بأن الأولى موافقة وتعلم كل ما حدث، فهل علينا إثم في ذلك؟ نعم هذا لا يصح، هذا لا يصح إلا إذا كانت وكلتها، إذا كانت أختها وكلتها التوقيع عنها. على كل حال يخبر القاضي بالحاصل، فإذا كانوا غروا القاضي أظهروا له أن هذه هي المتزوجة وهي التي وقعت والأمر ليس كذلك، يجب عليهم أن يخبروا القاضي أو المعلول لأجل أن يستدرك الأمر بما يلزم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه الأخت السائلة أم مرام من الجبيل تقول الفتاوى كثرت وكثر من يجي فيها، فكيف نتصرف في أمام هذه الإخلافات وممن نأخذ الفتوى يا فضيلة الشيخ؟ وإذا اختلفت الفتوى بين مفتي وآخر فكيف موقفنا من ذلك مأجورين؟ قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بسؤال أهل الذكر وهم أهل العلم، فلا يسأل العوام وأنصاف المتعلمين والطلبة المبتدئين، لا يسأل هؤلاء وإنما يسأل العلماء المعروفون بالعلم. تتبعون في الفتوى من تثقون بعلمه ودينه وتتركون من ليس كذلك، والمسألة مسألة ذمة ومسألة دين، فعليك أن تأخذ بما تبرأ به ذمتك ويطمئن إليه قلبك، ولا تأخذ بكل قول أو بكل فتوى أو عن كل أحد من هو ليس بمعروف في العلم أو ليس بمعروف
معروف بتقوى والورع. نعم. سائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ميم يقول أريد الزواج من إحدى قريباتي، أم البنت راضية بي ووالد البنت رافض زواجي ببنته، هل ألجأ إلى المحكمة في ذلك يا شيخ؟ النساء كثير ولله الحمد، التمس غيرها ما دام فيها إشكال وفيها خلاف، فلا تؤجج الخلاف بين أم البنت وبين والدها، اطلب غيرها. نعم. رسالة أخرى وصلت من سائلة للبرنامج تقول فضيلة الشيخ أنا أدعو الله عز وجل بقولي اللهم إني أسألك أن تعجل لي الزواج، هل التعجل في الدعاء من أسباب عدم الإجابة؟ وإذا كان يجوز فأرجو من الشيخ أن يدعو لي بزوج صالح مأجورين. المسلم يدعو الله من حوائجه ولا يقنط من الإجابة ولا يترك الدعاء إذا لم تحصل الإجابة قريبا، إن الله أعلم بمصالحه وأعلم بما ينفعه، يكل الأمر إلى الله، وعليه الدعاء والإكثار من الدعاء وعدم الياس، ويترك الأمر لله فهو أعلم سبحانه مصالح عبده، فقد تكون